يا هلا والله، أنا ساشا ورجعت لكم بفيديو جديد ومقطع جديد وقصة جديدة. يا رب تستمتعوا وتستفيدوا منه. قبل ما نبدأ لا تنسوا تدعموا قناتي بلايك وشير واشتراك، وحطوا لي كومنتات لطيفة زيكم. وقبل ما نبدأ لا تنسوا تصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، ولا تنسوا تدعوا الوالدي بالرحمة، الله يرحمه ويغفر له. ويلا ما أطول عليكم، خلونا نبدأ القصة. تقول صاحبة القصة: بقول لكم قصتي اللي غيرت حياتي كثير. طبعا أنا كنت نفس أي شخص يجلس على التيك توك ويشوف الإكسبلورر والمقاطع. طلع لي وقتها بث ولفتني هالبث مرة، لكن الغريب إن الشخص اللي مسوي البث أعرفه ومن نفس القبيلة، فما دخلت وتابعت بس من برا. جلست وقت بسيط ومشيت البث وكملت المقاطع. مرت الأيام ورجعت على التيك توك ونفس الوضع، طلع بوجه البث وجلست أتابع من برا وحسيت بشعور غريب. يا جماعة تعرفون إذا حسيت ببداية الأمان؟ طبعا ذا شعوري، وتجاهلت هالشي، قلت مستحيل أدخل أو شي، وكنت مترددة من أشياء كثير ببداية رمضان، تعرفون قعدة الليل والفضاوة والهدوء. طبعا كذلك رجعت ودخلت وأحس ما قدرت أتخطى البث أبد، وجلست أتابع لوقت طويل، والشخص ذا كان اجتماعي مرة وأنا كنت مو جنب الحب وهالأشياء أبدا. طبعا وقت البث كانوا يجون بنات ويرسلون بالبث ويرد عليهم، ومرت الأيام وحنا على ذا الوضع، وبدأت أنقهر إذا دخلت ولقيت هالبنات يرسلون. صرت أسأل نفسي كيف أنقهر من البنات إذا أرسلوا له وأنا أساسا ما يربطني فيه أي شيء. بدأت أجيب أعذار لنفسي وأقول يمكن عشان القرابة اللي بيننا أو شيء، وبدأ هالشخص ياخذ كل تفكيري. حرفيا كملت أسبوعين ونص وأنا على هالوضع، وكل يوم يجيني شعور مو طبيعي صدق، وشعور غريب وتساؤلات. وبداية شهر 10 تاريخ 5 قلت باخذ سناب وبرسل له على الأقل عشان أرتاح وعشان الشعور اللي فيني يروح مني، لأني ما أبي العلاقات هذه أبدا. المهم ضفت هالشخص وقت بسيط ورد الإضافة بدون أي مقدمات، جاء بيننا مكالمة على طول. تعرفون شعور الغريب اللي ما يعرف وش يسوي؟ وقتها توهقت، ما كان بيدي إلا أني أكذب باسمي. طبعا عرف أني من نفس قبيلته، ومر أسبوع تقريبا وحذفته من السناب. يا جماعة ما مر دقيقة إلا هو ضايفني من سناب ثاني واسمه ردي الإضافة أبيك. ما عرفت مين وقلت أرد وأشوف، وطلع هو وصار يطلبني وتكفين ارجع يضيفيني، أنا ما سويت لك شيء. ومن هالكلام بدأت أحس بالذنب لأني حذفته بدون أي مقدمات وأي مشكلة. مر شهر وأنا باقي كاتب عليه باسمي، وصار يقول أحس مو اسمك كذا، بس ترى ما يهمني أعرف الحين. سألته ليه ما يهمك؟ فجأة قال تقبلين فيني زوج قبل حبيب؟ قلت وش؟ قال لا تردين الحين، خذي وقتك، وترى ما أبي منك أي جواب إلا إيه أو لا. قفلت الموضوع ورحت. وتعرفون شعور الانتصار؟ تعرفون شعور التعب اللي تعبتوه مع مشاعركم وفجأة تنتصر هالمشاعر في شيء عظيم؟ مرة آخ بس. بعدها بفترة بسيطة صار يحاول فيني، يعرفني ويعرف أهلي، ما قلت له أبد وكنت متوهقة حيل لأني بديت أحس أنه يحبني ومتعلق فيني كثير. مرت فترة وقلت له أبي أكلمك، قال أبشري، وكلمته وقلت له واعترفت باسمي وبكل شيء. يا جماعة على طول صار بيننا صمت. المهم انه تكلم معي وقال انا حبيتك صدق وما ابي حب تسلية تكفين او اي شيء، انا ابيك وابي ادق باب بيتكم وتكونين حلال لي. المهم قفلت ومشاعري كانت متلخبطة، كان في بالي الف سؤال وكان فيني مشاعر غريبة صدق، ما ادري مشاعر طيحة الحب او ما ادري وش بالضبط. مر اسبوع وقال ابي اكلمك، وكلمته بدون مقدمات، قال انا صنت حبك وبصون طول هالعمر وابيك لي بالحلال، وترى قلت لأمي إني أبي أخطب وأنا قد المسؤولية وكل شيء، وقلت لها إني أبي فلانة بنت فلان. قالت اخترت البنت الصح، وصارت تتكلم عن أمي لأنها تعرفها أكثر وتمدحها. انصدمت، ليه تقول لها الحين وأنا باقي أدرس وما أبي أي شيء الحين؟ قال لي وأنا أدري إنك باقي تدرسين وما راح يصير الزواج الحين، بس أبي أخطب عشان أضمن حلالي، وبعد ما تتخرجين بفترة وترتاحين نتزوج. يا الله صدق غمرني بكلامه وسر حالي، صدق قفلت بدون ما أقول أي شيء، وفعلا أعترف كنت مقصرة كثير معاه وفوق ذاك يبيني. وتعرفون شعور اللي طحتوا على هالشخص الصح اللي بيحفظ مشاعركم؟ وكانت علاقتنا تشبه الشاشة الأبيض من حلاوتها ونقاوتها، وكيف كانت أفعاله تثبت لي دايما. مرت الأيام ورجع كلم أخواته وقال لهم عني، وهم صاروا يقولون إنه نعرف البنت
وما شاء الله ومن هالكلام كله. طبعا مرت الليالي والأشهر وهالشخص كان طيب مرة وحنون جدا وإيجابي، وكان يحفزني على كل شيء وينصحني من أشياء كثير، وكل يوم نقرب من بعض أكثر من اللي قبله، وصرنا نلجأ لبعض بعد رب العالمين ونسولف ومن هالكلام. وكان هالشخص أفعاله تسابقه بكل شيء، وكان يقول لي ترى باجي وأخطب، وكنت أرفض وأقول لا لا تستعجل لا تستعجل الحين، خلنا فترة كذا وبعدين تعال. وكان كل يوم يبي يجي وأرده، وأنا لأني كنت أحس إنه لو جاء وأنا باقي أدرس بيرفضون أهلي أو شيء. وكان يقول لي يا بنت الحلال بفهمهم إني بس بخطب، وإذا خلصت دراسة يصير كل شيء. ومرت الأيام وتعلقت كثير فيه هو كذلك، وعلاقتنا ما في مثلها صدق. المهم قبل شهرين كذا قال باجي وبخطب، قلت تمام تعال، لكن صار في ظروف منعتنا وقتها وتضايقنا كثير، وصار يهديني ويواسيني ويقول ما رح نترك بعض وانا بجيك ورح تكونين ملكي وحلالي، انتي بس لا تتضايقين. وفعلا كان مستعد يسوي اي شيء عشان بس لا تنزل دمعتي وتضايق، ودايم واقف معي بكل شيء. واه صدق كيف هالشخص غامرني بحنية قلبه وعذوبة كلامه. ووعدنا بعض ان نكون قد هالحب وننصر حبنا برضا ربي علينا. والله العظيم انه هالشخص ما شفت مثله، نادر 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 صدق. والشي الوحيد اللي ضامنته وعوده وافعاله وحبه لي، ومستحيل اتخيل هالشخص يرجع غريب او نترك بعض. الحين علاقتنا قربت تكمل سنة، وانا ما شفت منه الا كل خير، وعايشة معه بكل سعادة وراحة بال وطمأنينة. ودي أقول لكم أكثر عن علاقتنا لكن ما بطول عليكم، ودعواتكم لنا بكل خير وإنه ربي يجمع بيننا. الله يجمع بينكم بكل خير، وإن شاء الله يا رب تتعدل الظروف ويجي يخطبك وتتزوجوا وترجع تعلمينا إنكم انخطبتوا وتزوجتوا. الله يسعدكم مع بعض يا رب. وبس والله انتهت قصتنا لليوم، أتمنى تكونوا استفدتوا حاجة واستمتعتوا وانبسطتوا. وإذا عندكم قصص وتبوني أقولها أرسلوها لي على الإنستجرام أو السناب، بحط لكم الروابط في صندوق الوصف. وزي ما قلت لكم أرسلوا لي قصص فيها عبرة، قصص حلوة، قصص معقولة، ما هي قصص يعني ما هي قصص خيالية. فأتمنى ترسلوا لي قصص حلوة أو قصص كاملة، مو قصص قصيرة وقصص خيالية وقصص ما هي مفهومة. وبس، ولا تنسوا تدعموا قناتي بلايك وشير واشتراك، وحطوا لي كومنتات لطيفة. الله يسعدكم.